حاجة كويسة. تمام. طيب دكتورة، هل في أكلات معينة حضرتك بتنصحي بيها المريض أي فيروس من الفيروسات إنه يبتعد عنها؟ يعني أكلات بتزود حدة الفيروس في الجسم؟ يعني هو احنا عندنا بالنسبة لموضوع الأكل، يعني كل واحد حسب المرحلة اللي هو فيها من الفيروسات، من التهاب الفيروس. يعني أثناء الالتهاب الحاد مثلا، ده الإنسان ده بيبقى يا إما عند بيتعالج مع طبيب أو بيبقى في مستشفى، لأن الكبد الحاد ده بيصيب الإنسان بوعكة صحية شديدة، فلازم بيلجأ للطبيب. يعني نادر قوي إن حد، فمثلا في أثناء فيروس إيه ده في الأطفال، إحنا دايما بيبقى في ميل للقيء، في مغص في البطن، فبننصح إن نبتعد عن الأشياء الدهنية، ونبتدي ندي حاجات مغذية زي النشويات الخفيفة، الأكلات البسيطة زي مثلا الجيلي، الحاجات اللي فيها العصائر اللي فيها نشا عشان تدي طاقة، وفي نفس الوقت تدي سكريات عالية. بنعتمد على عسل النحل، في لازم يدي طاقة عالية. بندي بروتينات خفيفة، يعني ما بنمنعش البروتين نهائي، لأن الكبد لما بيتعب أو يبقى فيه التهاب، معظم يعني الكبد ده مصنع الجسم للبروتينات تمام، والكربوهيدرات كل حاجة. وكل حاجة، فهو لما بيتعب بتقل المواد دي جوه الجسم، فلو وقفنا معناها إن الإنسان ده مش هيبقى قادر على مقاومة الفيروس اللي وفي بنركز بقى على العصائر الطبيعية وكده. ده بالنسبة للفيروس. بالنسبة للفيروس طب بعد إذن حضرتك، يعني حضرتك قلتي العصائر الطبيعية، هل معنى كده انه لو حد بيسمعنا دلوقتي بيعتمد على العصائر لكن مش الطبيعية، العصائر المصنعة، هل دي فيها خطورة او بتعمل بتزود؟ عبء، للاسف بتعمل عبء على الكبد، لان نسبه السكريات العاليه بتعمل عبء على الكبد شديد، فانا ما بنصحش. بتزود كمان الميل للقيء بالنسبه للناس اللي عندهم التهاب الكبدي الحاد. يعني يفضل يبعدوا عن اي معلبات، سواء بقى عصاير او معلبات اي من اي نوع، بالظبط كده، الحاجات الطبيعيه يا ريت من الطبيعية غير اصلا. سكر، لو معلقه عسل مثلا مش كبيره قوي، يعني هو يفضل كده. لو مريض كبد وسكر في نفس الوقت وضغط، هل برضو الأكلات دي بتتناسب معاه ولا في حاجات معينة بيقللها أو بيزودها؟ بالنسبة للمريض اللي عنده، يعني في الغالب السكر والضغط دول بيصابوا كبار السن، يعني بسن 40 45، فلما يكون في التهاب كبدي فيروسي معاه طبعا بتظبط الأكلات بقى تمام. احنا بنعتمد على ان احنا نقلل الدهنيات تماما، بالذات الدهون الحيوانية، بنعتمد على ان احنا بنقلل الملح في الاكل، بنعتمد على لان الاكل الطبيعي ده بيحتوي على كمية الملح اللي بتكفي جسم الانسان، فبنقلل الملح. البروتين بنمشي في المعتدل، يعني ما يعني في ناس غاوية أكل بروتينات، بالذات البروتينات الحيوانية، احنا بنمشي في الكمية المعتدلة، يعني يعني نقول مثلا مرتين في الأسبوع، ما يزودش عن كده. مرتين ثلاثة يكون حاجات وقطع مش كبيرة، يعني قطعة لحمة اللي هو ربع الفرخة العادي بتاعنا، الأرانب، الحاجات يعني الحاجات الخفيفة اللي ممكن ياكلها، لكن ما ياكلش دهون، يعني دهون عالية، لأن حتى البروتين الحيواني حتى لو هو من في غير ما دهون. دخلوش دهون، هو فيه دهون. ويعتمد على البقول النباتية، يبقى أفضل له، يعني زي العدس والفول والفول المدشوش، يعني العدسيات والبقوليات بصفة عامة، دي بتبقى مناسبة لمريض الكبد أكتر من البروتينات الحيوانية. تمام. لكن ما يمنعش إلا في حالات بقى الغيبوبة الكبدية، في حالات بقى عندنا في حاجات في تنوعات مختلفة، يعني مريض الغيبوبة الكبدية ده المفروض إنه بيتعامل مع طبيب كبد وبيوصف له أكله بالكامل، لأنه له طرق معينة في الأكل. لكن إحنا في المريض اللي هو الكبدي المزمن اللي فيه تليف، وإحنا نخشى إن هو يوصل لمرحلة الفشل الكبدي، فده بقى اللي أنا يعني ده بقى بحب ليه حاجات خاصة، يعني خاصة أنا برنامج. برنامج بالظبط كده، يعني أنا أحب أعتمد على الفواكه الطبيعية، كمية خضار كبيرة، كمية بروتينات نباتية، ياخد كفايته من الكربوهيدرات، يقلل الشاي والقهوة والسجاير. السجاير دي المفروض تمنع تماما، طبعا لأنها لأي حد. لأي حد، بس مريض الكبد بالذات يعني بتسبب مشكلة. أولا هو بيبقى عنده ميل لتقرح المليء، وميل لتقرح المعدة، وميل للدوالي، يعني نزف المليء، فالسجاير ممكن تزود الحكاية دي. بعض الشاي والقهوة، وفي بعض العصائر المركزة زي مثلا الكركديه، في بعض العصائر كده بنحب يعني نمنحها عن المريض، اللي هي الحاجات الحمضيات زي الليمون والبرتقال، لو حد عنده بدأ يخش لا قدر الله في دوالي مريء أو نزيف مريء، دي المفروض تمنع. فكل واحد تمام. بيبقى له البرنامج الخاص لكن بتاعه، مفيش حاجة معينة. مريض الكبد العادي اللي نسبة الانزيمات عنده نقدر نقول اللي هي متوسطة، يعني ممكن ياكل الموالح الفواكه هو دي حسب عادي. مرحلة التليف الكبد عنده،
يعني دي اللي يقررها الطبيب المعالج. طبيب المعالج، بس في دي اللي بقوله ارشادات عامة. تمام. والارشادات العامه دي المسموحات والممنوعات بتكون برضو لكل الفيروسات الاخرى، يعني الفيروس ايه وفيروس بي نفس نفس الجدول. الحكاية. أيوة. لا هو ايه، هو بيجي في صورة حادة وبيختفي وما بيزمنش، وممكن ان هو يشفى تماما ان شاء الله هو بيشفى باذن تماما. الله. لكن هو بي وسي ده هو بقى اللي مشكلة الإزمان فيه، فهو ده الإنسان مجرد ما هو عرف ان هو عنده كده بيبتدي يلتزم بقى في أكله وياخد ساعات معينة من الراحة ويبتدي يمارس الرياضة، يعني يعيش بطريقة صحية عشان إن شاء الله يحافظ على كبده أطول فترة ممكن إن شاء الله. طيب.